الخامسة مساء في واشنطن، 10:00 بتوقيت غرينتش. إليكم العالم الآن وأبرز ما فيها. تريث إسرائيلي فلسطيني في الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى. العاهل الأردني يحل البرلمان ويأمر بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. البرلمان العراقي يقر تعديلا لقانون الانتخابات ويتجاهل نقد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. مساءكم سعيد. شهد ملف تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في الساعات الماضية تطورات متلاحقة، حيث أكد مراسل الحرة في القدس أن تقدما كبيرا أحرز في هذا الملف الذي قد يتوج باتفاق خلال الأيام المقبلة. ورغم تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق، فقد أكدت مصادر للحرة أن إسرائيل لا زالت في انتظار رد حماس، وإذا جاء رد حماس إيجابيا فستقر إسرائيل الصفقة، وسيتم نقل الجندي جلعاد شاليت إلى مصر أولا قبل إطلاق سراحه مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين. من القدس تقرير لمجد الحلبي. من القدس الغربية مجد الحلبي، الحرة. وعلى محور آخر، يجري وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر في أنقرة يجري مشاورات اقتصادية لإعادة جو الثقة إلى العلاقات الثنائية. ويجري في هذا السياق الحديث عن وساطة جديدة لأنقرة في مفاوضات السلام الإسرائيلية السورية. هذا وقد علقت الوساطة التركية بين سوريا وإسرائيل منذ الحرب في غزة العام الماضي. نتابع تقرير مراسلنا بشار فهمي من إسطنبول. هي زيارة لافتة بكل المقاييس. أهلا بكم من جديد. أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني قال إن العاهل الأردني أمر بحل البرلمان اعتبارا من يوم غد الثلاثاء دون أن يحدد موعدا لإجراء انتخابات مقبلة. يذكر أن أعضاء مجلس النواب تعرضوا لانتقادات واسعة في الصحافة التي اتهمت المجلس بعدم الجدية. أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية عن اعتقادها بأن الانتخابات العراقية ستجرى ولو تأخرت لبعض الوقت من أجل التوصل إلى تفاهم حول القضايا التي تثير القلق. وكشفت أن الولايات المتحدة ستقدم بعض الأفكار من أجل تحقيق هذا التفاهم. نعتقد أنه ستكون هناك انتخابات. وفي بغداد صوت مجلس النواب العراقي بالموافقة على المقترح الأول لتعديل قانون الانتخابات المقدم من قبل الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني، فيما انسحب نواب من التوافق والعراقية ومجلس الحوار احتجاجا على ما وصفوها بالإجراءات غير القانونية خلال عرض المقترحات، معتبرين أن هذه الخطوة سيئة كونها ستحد من المقاعد النيابية في محافظاتهم. التفاصيل في تقرير علي الياسي. 133 نائبا من أصل 152 صوتوا لصالح تبني مقترح جديد لقانون الانتخابات. وسنتابع بعد قليل في هذه النشرة أيضا. مسؤول في البنتاغون يقول إن إعلان الاستراتيجية حول أفغانستان سيتم خلال أيام. وإيران تواصل مناوراتها العسكرية وتجدد رفضها إرسال اليورانيوم إلى الخارج. بعد بلقائكم من جديد. يترأس الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء اليوم اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لبحث الاستراتيجية في أفغانستان، وقد يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يعقده قبل أن يتخذ قرارا بشأن إرسال مزيد من الجنود الأمريكيين إلى أفغانستان. مراسل الحرة في وزارة الدفاع الأمريكية كان قد نقل عن مسؤول في الوزارة أن الرئيس أوباما سيعلن الاستراتيجية الجديدة خلال أيام، على أن تتضمن إرسال نحو 40,000 جندي أمريكي إضافي. قال بعيد عن أفغانستان، أعلنت القوات الباكستانية أنها قتلت 22 مسلحا واعتقلت 14 آخرين خلال هجوم على مواقع طالبان غرب البلاد. وقال مسؤول كبير في الشرطة الباكستانية إن قوات الأمن مدعومة بالدبابات والمدفعية والطائرات المروحية هاجمت مواقع للمسلحين على حدود منطقة أوراكزاي القبلية، أحد معاقل طالبان.
يستعد مئات الآلاف من الحجاج لبدء مناسك الحج الأربعاء المقبل، فيما تواجه السلطات السعودية تحديات تتمثل لا سيما في تفادي انتشار إنفلونزا الخنازير ومخاوف من حصول تظاهرات حجاج إيرانيين. وعلى الرغم من الإعلان رسميا عن وفاة أربعة حجاج إثر إصابتهم بإنفلونزا الخنازير، إلا أن السلطات السعودية قالت إنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الحج. التفاصيل في هذا التقرير. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.